هاد السلهام ديال باك هو اللي غادي تدخل به على الناس ديال فاس، غادي تخطب فيهم وغادي يبيعوك، والروح ديال باك غادي تكون معاك. نتوما دراعي اليمين ومعول عليكم نكونوا يد وحده وعلى كلمه وحده. الله اكبر، عاش السلطان مولاي عبد الله. انت هز الهم كيفاش تواجه مولاي السلطان، ولكن لخناته كتفكر كيفاش غتلقى اللي خلقها. شكون نتوما؟ واش عارفين عند من جيتو؟ عندنا امر بالمولاي السلطان بالحجز عليك وعلى الممتلكات ديالك. قسما بالله وما تعرفوا شكون هاد الفعله، تنزلكم الحضيض ونعين اللي ارتد على المسؤوليه. الجرح اللي في قلبي والعافيه اللي شعله فيا تقدر تخليني نحرك كلشي. الطريق الطويله والصعيبه هي الطريق ديال الشر، ما كتوصلش مولاها للخير. ماشي بحال هكا غادي تدافع على راسك وناسك. الا كنت راضي عليا هذاك عندي ورق كبير. بغيك ديما تكون قوي وشرس. انا ما كنخاف من حد، انا ما كنخاف الا من الله سبحانه وتعالى. اشتقت لهذاك المقال اللي كنسمع على الاخر حتى تتكلم عليه. الحق عمره ما كيضيع عند سيدي ربي، خاص غير العبد يكون ايمانه قوي وثقته في الله كبيره.